كيف بدك تسجل منشأتك بالضمان الاجتماعي؟ إذا أنت صاحب عمل وعندك عاملين ومنشأتك غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، كل المطلوب منك إنك تدخل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ssc.gov.jo، اختار من قائمة الخدمات الإلكترونية خيار شمول المنشأة. هون بيكون قدامك خيارين، إما شمول منشأتك والعاملين فيها شمول كامل بالضمان الاجتماعي، يعني شمولهم بكل التأمينات المطبقة، أو شمولهم بخدمة تضامن 2 للحصول على بدل تعطل مؤقت للعاملين عن شهري 4 و5 من هاي السنة. وحتى إذا شملت عمالك بجميع التأمينات، رح يكون عندك خيار تعليق تأمين الشيخوخة على العمال المشمولين عن شهر 4 وشهر 5، وفي جميع الأحوال الاشتراكات عن هاي الأشهر قابلة للتقسيط حتى نهاية 2023 بدون أي فوائد. وهيك بتعبي البيانات المطلوبة على شاشة شمول المنشآت وإرفاق الوثائق المطلوبة. وأكيد بدك تقوم بتحديد كلمة السر لاستخدامها بالدخول للخدمات الإلكترونية لاحقاً. وقبل إرسال الطلب عليك الضغط على خانة إرسال رقم التحقق اللي بيوصلك على هاتفك الخلوي لإدخاله في المكان المخصص إله، ثم إرسال الطلب. وعند الموافقة على طلبك من الضمان رح يوصلك رسالة على هاتفك الخلوي فيها تاريخ الشمول ورقم المنشأة. بعد هيك تدخل على موقع المؤسسة الإلكتروني، بعدين اضغط على خانة الدخول للدخول على حساب منشأتك، وادخل رقم المنشأة وكلمة السر من الخدمات الإلكترونية. إذا كنت طالب شمول منشأتك بشكل كامل، ما عليك إلا تعمل طلب إرسال حركات سريان للعاملين في منشأتك من تاريخ شمول المنشأة اللي وصلك بالرسالة، وهيك بتكون منشأتك والعاملين فيها تم شمولهم بالضمان الاجتماعي بكافة التأمينات. أما إذا اخترت شمول المنشأة والعاملين ببرنامج تضامن 2 حتى يحصلوا على بدل تعطل مؤقت عن شهر 4 وشهر 5 من هاي السنة، فما عليك إلا اختار من قائمة أمر الدفاع خدمة شمول العاملين تضامن 2، وبتعبي بيانات عمالك وبتضغط على زر الإرسال، وهيك بتكون شملت عمالك بتأمين التعطل عن العمل حتى نهاية العام 2020. وحتى تكون الصورة واضحة عندك عن برنامج تضامن 2، بترتب عليك كمنشأة الالتزام بدفع 140 دينار لمرة واحدة مقابل شمول كل عامل بتأمين التعطل، وبتقدر تقسط هذا المبلغ حتى نهاية عام 2022 بدون فوائد. في المقابل رح تخصص المؤسسة لكل عامل عندك مشمول بالبرنامج ومتوقف عن العمل بدل تعطل بمبلغ 150 دينار عن شهر 4 وشهر 5، وبتتحمل المنشأة من هذا البدل 50 دينار. نتضامن، نتكافل، وبعون الله ماضون إلى الأمام. ضمانك، أمانك.